ملي كتجي العطله بزاف الناس كيبداو يتسائلوا واش نجلس في الدار ونخدم فيها مزيان ولا خاصني نرتاح فيها ونخرج ونسافر فيها شويه باش ملي نرجع ندخل نقرا ندخل بواحد النشاط وحيويه والدماغ يكون ارتاح شويه وتفرغ من الضغوطات اللي كانت عليه في ايام القرايه ودار الديتوكس لراسو. فوالا اسيدي مزيان. باش نجاوبوا على هذا السؤال وتستيو براسكم غادي ناخذوا المثال ديال عطله الصيف. ملي كتحبس من القرايه وكتمشي تصيف مع راساتك، السؤال ملي كتبغي تعاود تدخل العام اللي من بعد من ورا العطله والراحه اللي خديتي، زعما كتدخل نشيط نشيط، كتدخل موحش القرايه وموحش العصير والبريباراسيون؟ لا، كتولي تقول العطله طارت دغيا سالات، اوف القرايه رجعات عاوتاني، كون غير زادونا شويه في هاد العطله نزيدو نرتاحو فيها شويه عاوتاني. نقول لكم راه واخا يزيدكم حتى شهر من وراها ما غاديش نسخاو، كتعجبنا الراحه والخروج والتباحر والنشاط، هادشي زوين. ما تنقولش لك انا سد على راسك، الاشكال عندنا هو حنا كنشد العطله بمفهوم الله على راه منعاود نقرا حتى شي كتاب. وشحال في عمرك باش باغي تهنى من القرايه؟ باقي صغيره صاحبي. بالمقابل كتلقى الكور اللي سالاو الكارير ديالهم وديباساو 60 سنه خارج عطله وهاز معاه دائما كتاب في يدو، سواء جالس في البحر ولا في القهوه ولا غادي في الطوموبيل. اذا الفرق اللي كاين بيناتنا هو ان النصارى تيلقاو متعه في القرايه وحنا باغيين غير وقت نتهناو منها. اذا الطريقه اللي غادي نقول لكم وشنو خاصكم ديروا في العطله، حاولوا تعمروها بروغرامات كامله كيف ما كنت شارح في واحد الفيديو اللي غادي تعاودوا تدخلوا ليه، وغادي تاخذوا نفس المثال ديال البرنامج اللي حاط في نهار واحد ديال الخدمه وغادي تنزلوا على الاسبوع ديالك كامل. وحاول مثلا دير شي مكافاه للنفس ديالك، دير ليها ان بتي كادو، هضر معاها بحال هكا، قول ليها الا درتي 70% وما فوق من الخدمه ديال البروغرام اللي عطيتك في هذا النهار ملي تسالي نشري لك حلوه يلا. المهم شي حاجه زوينه كتعجبك ملي تسالي النهار ديالك رفه بها، سواء تخرج مع صحابك تضربوا شي تسركيله ولا تمشي تجلسوا في قهوه ولا تلعبوا شي جو ولا تكونيكتا شي ساعه المكانه مثلا تدخل فيها فيما بغيتي تضحك مع راساتك، ولا مشيتو حتى خديت العطله بالمفهوم ديال المغاربه هي الراحه الكامله. ملي غادي تسالي وتعاودوا تبغيو تدخلوا تقراو غادي تلقاو نفسكم ودماغكم ولفوا ديك الراحه وشجعوا الثاني رجعوا من لا ديسيبلين. اذا العطله باش نجلسوا في الدار ونخدموا، والراحه الكبيره باقه خاصها الخدمه وغادي تجي ان شاء الله من بعد النتيجه اللي غادي تحصلوا عليها. وكيف ما تيقول المثل، خدم يا صغري على كبري، ودائما الايمان في الجنب ديالك بيان سيور، حيت الا ما كانش هذاك هادشي كامل تيولي فوا زيرو. يلا عطلة سعيدة وتكون منتجة إن شاء الله وتخرجوا فيها مرتاحين بالمردودية ديال الخدمة اللي غادي توصلوا ليها، وبالتوفيق لكم كاملين إن شاء الله. وحاجة وحدة غادي نقولها لكم قبل ما نسالي، إلا كنتو كتستافدوا فريمون من هاد القناة وبصح عزازين عليكم صحابكم ما تحرموهمش حتى هما، وشاركوا معاهم هاد النصائح أو بارطاجي معاهم الفيديو وتهنى مع راساتك، وحتى نتوما غادي يكون عندكم الجزاء إن شاء الله. See you next time.